هو أن الإمام الخميني حقق حلم الأنبياء. حلم الأنبياء، أي نعم، يعني حلم الأنبياء الذين كانوا يريدون، ماذا كانوا يريدون الأنبياء؟ كانوا يريدون تحقيق دولة إسلامية. جاء الإمام الخميني، أحيا أولا نظرية ولاية الفقيه التي كانت موجودة مبثوثة في طيات الكتب القديمة. جاء الإمام الخميني أحيا هذه النظرية وأثبتها على الأمر الواقع وجعلها تطبيقا ممكنا عمليا. مسألة حاكمية ما يسمى برجال الدين، يعني علماء نعم الدين، نظرية ولاية الفقيه، فهو أحيا حلم الأنبياء، هو حقق حلم الأنبياء الذين كانوا يريدون دولة إسلامية. هذه الدولة الإسلامية تقيم شرع الله، لكن في عصرها وفي زمانها، وفي هذا الواقع نستطيع أن نلاحظ كيف أن الإمام الخميني زاوج ما بين العصرنة، الواقع المعاصر، وما احتياجات العالم لهذا الواقع المعاصر وتطبيقاته العملية في نظرية الحكم، نعم وبين الإسلام في مفردة الجمهورية الإسلامية. الجمهورية تعني المشاركة الشعبية، أن الشعب يشارك في صنع القرار وفي انتخاب قياداته المحلية في المجالس المحلية، وحتى مجالس الشورى ومجلس الخبراء الذي ينتخب الولي الفقيه أيضا. وفيما يتعلق بالإسلامية هو أيضا الضمان تطبيق شرع الله.